المجتمع بشكل عام بينظر لنا نظرة خاطئة بأنه نحن غير قادرين على الاعتماد على أنفسنا. هدفنا من تدريب المكفوفين على هذا المجال تصير بإيدهم مهنة يكسبوا من خلالها قوة يومهم، يعتمدوا على أنفسهم، ما يحتاجوا لمساعدة الناس، بحكم أنه نحن المجتمع بشكل عام بينظر لنا نظرة خاطئة بأنه نحن غير قادرين على الاعتماد على أنفسنا، غير قادرين على أنه نكتفي ذاتياً دون عن حاجة الناس.